بسم الله الرحمن الرحيم، وبينا نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لو جاب لي دي بيقول لي 2365 جرام ايكوال هاو ميني كيلو جرامز وهاو ميني جرام؟ احنا اتفقنا اللي في 1000 ده اهو. طبعا ده ايه؟ وانز تنز 100، وده 1000. اللي في 1000 ده هو الكيلو جرام. طب الباقي ده بقى كله نكتبه في الجرام، 365. بس كده. طب لو جاب لي دي مثلا سنتيمتر، السنتيمتر لمتر بيبقى 100. طبعا ده وانز تنز 100، يبقى اللي في ال 100 ده هو اللي هيبقى متر، والباقي ده كله اللي هم ال 20 دي هتبقى سنتيمتر. طيب هنا برضو كيلو متر برضو 1000 متر، يبقى اللي في ال 1000 ده طبعا 1000، وده وانز تنز 100، ده كده ده اللي هيبقى كيلو متر 4، وده كله هيبقى فين؟ في المتر. بس ده ببساطة يعني ايه المسائل دي.